تعلم أن تقول لا. أنت في أي موقع كنت فيه أنت معرض لدرجة من السرقة في وقتك وجهدك وتركيزك من مين؟ من علاقاتك، وهم ما عندهم النية، نية السرقة. أنت اللي ما عرف تقول كلمة لا بأسلوب لطيف وجميل. والله دائما أقول للناس، عارف كيف يا أخي؟ صراحة لا يمل، أنا بدي أجلس معك أكثر بس مضطر أني أمشي، مضطر أني غادر، عندي ارتباط. بأسلوب لطيف وبأسلوب معين أتجاوز هذا الموضوع، لكن لازم تعرف تقول كلمة